وأنا أتلو من سورة الكهف اليوم رسى بي المقام على آية فيها شيء عجيب تحار له العقول. تدبر معي كلمة صاحب في الآية 34 من سورة الكهف، قال عز وجل: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. انظر معي إلى كلمة لصاحبه الأولى، كتبت بدون ألف وسطية، وهذا يخالف القاعدة الإملائية في اللغة العربية. أما صاحبه الثانية فكتبت بالألف موافقة لهذه القاعدة، فما سبب حذف الألف في الأولى؟ ما سبب هذا الاختلاف؟ اعلم أن لكل كلمة مدلولها، وأن أي حرف تم حذفه ما حذف إلا لسبب، وأن أي حرف أضيف ما أضيف إلا لسبب. ولقد ثبت بالدليل القاطع أن هناك إعجازا رائعا في كتابة الكلمات القرآنية، حيث أن الكلمات القرآنية توضح وترسم الصورة الحقيقية الصادقة للمعنى المراد من تلك الكلمة. فالكلمة القرآنية حينما تحذف بعض حروفها تتلاصق حروفها وتقترب أكثر فأكثر، وذلك يوحي بمعنى يختلف عن المعنى الذي يوحيه تباعد حروف الكلمة عن بعضها البعض. في أول الأمر بدأ مالك الجنتين الحوار مع صاحبه، وكان صاحبين قريبين من بعضهما البعض، لذا جاءت كلمة صاحبه هنا هكذا، أي بحذف الألف الوسطية لتبين صورة صاحبين متلاصقين. ولما تكلم مالك الجنتين وبدأ يكفر بالساعة ويكفر بالله، حينئذ تغير رسم الكلمة صاحبه إلى صاحبه بألف وسطية لتوحي بنوع من الانفصال وبانتهاء العلاقة بينهما. وقد جاء رد صاحبه بقوله له أكفرت سببا مباشرا للبعد عنه، وسببا لنشوء الألف الوسطية في كلمة صاحبه لتوحي بهذا الانفصال. ولو تدبرنا كل كلمة صاحب في القرآن الكريم كله لوجدناها تأتي بصورتين مختلفتين، إحداهما بدون ألف وسطية والأخرى بألف وسطية. وفي حالات وجود الألف الوسطية نجد أن هناك نوعا من الانفصال. فمثلا حينما يتكلم القرآن الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه الكافرين يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما بصاحبكم من جنة، وما صاحبكم بمجنون، فكلها تحتوي على الألف الوسطية الفاصلة، لأنه يوجد تباعد إيماني واضح ولا يوجد توافق في الاعتقاد البتة. ثم إنه حينما يذكر القرآن الكريم أبا بكر رضي الله عنه مثلا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي كلمة صاحبه بدون ألف لتبين الصحبة الحقيقية والالتصاق الإيماني، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فهناك التصاق بين الصاد والحاء. وكذلك تأتي كلمة صاحبة بمعنى الزوجة بدون ألف هكذا في القرآن الكريم، لأن العلاقة بين الاثنين فيها التصاق ومرافقة وليس فيها انقطاع أو مفارقة. وكذلك تأتي كلمة أصحاب النار وأصحاب الجنة، كلها ملتصقة هكذا بدون ألف وسطية لتثبيت خلود ودوام والتصاق أصحاب النار بالنار وأصحاب الجنة بالجنة، وأيضا التصاق بعضهم ببعض. كذلك حين يتكلم القرآن الكريم عن الأبوين الكافرين والابن المؤمن، فإنه يخاطب الابن قائلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، حيث جاءت صاحبهما بألف وسطية لتوحي بعدم وجود التصاق إيماني. أما حين يتكلم القرآن الكريم في سورة الكهف عن سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر، فإنه يقول له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وجاءت تصاحبني هنا بحذف الألف لوجود الالتصاق الإيماني بينهما. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.